السلام عليكم متشبعي الكرام. عاجل وبقوه قنبله الموسم، ريال مدريد بقياده مدربه الجديد والمخضرم كارلو انشيلوتي يريد المغربي والمهاجم سيفيا يوسف انصيري. نقول لكم كل شيء بالدليل علاش باغي انصيري، وايضا رد ديال انصيري جاوبهم. كل شيء في هذا الفيديو كاين عليكم الا تبعوه حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات على هذا الخبر. كما كتشوفوا حسب البرنامج الشهير الاسباني فيتشاخيس، اعلنها كما كتشوفوا في لافوتو بلي ريال مدريد كيوجد عرض لنصيري. بحيث وفق الموقع داتي فان خطط ريال مدريد في توجيه بوصلته نحو نصيري واسحاق هو احتمال فشل صفقه جلب الموهبه النرويجيه هالاند من بروسيا دورتموند الالماني بسبب الازمه الماليه في ظل المبلغ المرتفع للهداف النرويجي. بحيث قدم نصيري خرج اكاديميه محمد السادس كره القدم المغربيه موسم خرافي بحيث سجل 24 هدف بجميع المسابقات 6 في الشامبيونز ليغ و 18 في الدوري الاسباني، وبالتالي بغاه ريال مدريد بقياده المدرب كارلو انشيلوتي. ونقول لكم الخوت الجواب ديال نصيري كان كالتالي. كما عارفين بعد ما اعلن مونشي المدير الرياضي ديال سيفيا ان لا حصانة لاي لاعب في فريقه وان العروض الماليه هي التي ستحدد مستقبل اي لاعب في الفريق الاندلسي الذي يهمه الاستفاده من المبالغ الماليه التي سيحصل عليها من صفقات لاعبه، بعث يوسف نصيري برساله عبر وكيل اعماله لاداره النادي مفادها انه لا يرغب في الرحيل هذا الصيف وانه يريد الاستمرار في صوف اشبيليا خلال الموسم القادم وطالبا من النادي عدم الضغط عليه. وسبق ليوسف نصيري ان اعلن عبر تصريحات اعلاميه انه لا يرغب في الرحيل في الوقت الحالي وانه يريد الاستمرار في الفريق الموسم المقبل على الاقل، لكن العروض ما زالت تتوالى على اداره اشبيليا بحال ويست هام وولفرهامبتون لعرض حوالي 40 مليون يورو لكن ترفضت من قبل الاداره ديال النادي الاندلسي. يعني الخوش من الاخر ريال مدريد باغي نصيري، لكن نصيري مبغاش يغادر، باغي يبين الموسم القادم ويزيد يطلع السعر ديالو وسط القيمه السوقيه ديالو. وهذا ما كان اخوت، نتمنى لكم الخبر وكنتمنى كل خير للاعب المغربي ديالنا. كان معكم الاخ ديالكم مروان في ناقه اخبار وتهلاو لي.